اهلا بحضراتكم مره تانية. الاهلي فاز امبارح على بتروجيت في مباراه كانت مهمه جدا، وخصوصا ان هي في بطوله كاس مصر. مهم ان انت تكسب طبعا وتتاهل للمباراه النهائيه عشان تحافظ على حظوظك بالفوز بهذه البطوله. فان شاء الله عندنا مباراه مع الزمالك يوم 21/7 الشهر الجاري، وباذن الله الاهلي يكون موفق بالفوز ببطوله كاس مصر اللي هو حامل لقبها، وهي بطوله الموسم الماضي. في جوانب كتير جدا عايزين نتكلم عنها بخصوص اولى مباريات سواريش المدير الفني الجديد البرتغالي للنادي الاهلي وبعض الامور اللي نعلق عليها. اول حاجه هدف جيد من قفشه، اتصرف فيه بشكل كويس. علي معلول اتعامل في الكوره وعمل اسيستين امبارح، مش اسيست واحد، فدي برده من المكاسب، وانا هتكلم برده عن المكاسب لوحدها. لكن الشوط الاول برده الاداء كان فيه علامه استفهام، واحنا مش مستنيين حاجه بصراحه خلال الفتره الحاليه، خصوصا بجهاز فني جديد ومدرب جديد. عمرك ما هتشوف اي تطور ملحوظ في الفترة الحالية أو الفترة حتى القادمة في ظل توالي المباريات والضغط اللي بيتعرض ليه فرقة النادي الأهلي. وأنا المبرر الوحيد بالنسبة لي دلوقتي، واللي مش بعتبره مبرر أو عامل أساسي في تراجع مستوى الفريق، هي حتة الإجهاد. وأنا برضو مش بعتبر إن ده حاجة أساسية. ليه؟ لأن في فرص، يعني لو في كلمة أسهل من كلمة سهلة نقولها، في فرص يعني تدخل جون عادي جدا. يعني امبارح مثلا محمد شريف ما كانش موفق، بس كرة سهلة قوي قوي جون يا شريف. فالحاجات اللي زي دي ملهاش علاقة بالإجهاد من وجهة نظري، فيها عدم توفيق، وفي نفس الوقت محتاجة تركيز كبير قوي من بعض اللاعبين. لازم تبقى مركز خصوصا في فترة حاسمة وحساسة زي دي. فدي من ضمن الحاجات المهمة. الشوط الأول كنا وحشين، ما كناش حلوين قوي، الواحد وهو بيتفرج كان حاسس إنه عايز ينام يعني في الحقيقة. لكن في نفس الوقت اللي لفت نظري التغير النسبي اللي حصل في اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني. ده معناه ايه؟ معناه ان في حاجه اتقالت بين الشوطين من المدرب. يعني الراجل اكيد اتكلم بشكل او باخر وادى تعليمات بشكل او باخر نتج عنها تحسن نسبي في الاداء في بالنسبه للنادي الاهلي في الشوط الثاني، وده كان ملحوظ جدا جدا، وشفنا الاهلي احسن شويه في الشوط الثاني. واكبر دليل على الكلام ده ان الراجل في المؤتمر الصحفي اتكلم على ان هو ادى تعليمات في الجانب الدفاعي اتنفذت بشكل كويس، وفي بعض اللاعبين قدروا ان هم ينفذوا تعليماته. فدي حاجه ايجابيه ومن المؤشرات الايجابيه اللي تخلينا نتفائل بالمرحله اللي جايه مع سواريش، اللي الله يكون في عونه في الحقيقه في ظل الظروف الصعبه وتوالي المباريات والاجهاد. وبصراحه عشان يا جماعه نبقى منطقيين يعني، وده مش عذر بس دي حقيقه، ده امر واقع. اللعيبه طالعه عينيها، يعني انت بتلعب كل تلات ايام ماتش، وماتشات كلها صعبه قوي، وماتشات كلها حاسمه ومهمه في مشوارك سواء في الدوري او في بطولتين كاس مصر. مفيش اجازات، هقول لكم ان الفرقه هتتمرن اول يوم العيد يعني. فدي حاجات برضو صعبه على اي حد. في المقابل تلاقي فرق تانية بتريح عندها مساحه من الراحه. احنا ليه في الموقف ده؟ عشان احنا فريق بطل، عشان احنا بنلعب نهائي دوري ابطال افريقيا كل سنه، عشان بنشارك في كاس العالم للانديه. حاجات كتير جدا كان نتيجتها التراكميه ان الاداء يتراجع بسبب الاجهاد المنطقي جدا. لكن عندي امل كبير جدا في الجهاز المعاون الجديد لسواريش ان هو يقدر يتعامل مع جزئيه الاجهاد، وده تحدي ليهم في الفتره اللي جايه. ازاي هيقدروا يتغلبوا عليه؟ هننتظر ونشوف، وان شاء الله يكونوا